كما ينضم إلينا عبر الهاتف على الهواء مباشرة من أبو ظبي الأستاذ محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية. أستاذ الحمادي، بداية نرحب بك، كيف تصف هذا السلوك القطري التصعيدي الجديد، اعتراض طائرتين إماراتيتين مدنيتين في يوم واحد؟ نعم، مساء الخير. أولا، هذا السلوك قطري عدواني ليس بالجديد حقيقة. نحن تعودنا على قطر أن تمارس مثل هذه التصرفات غير المسؤولة حقيقة، لكن اليوم ربما هذه الخطوة كانت من الواضح أنها استفزازية، ومن الواضح أن قطر تعاني من مشكلات كثيرة، وبالتالي اتخذت هذا القرار بأن تعترض طائرتين إماراتيتين مدنيتين، كل ركابها مدنيين. فهذا الإجراء وهذا السلوك حقيقة وهذا العدوان ليس مستغرب على دولة دعمت الإرهاب والجماعات الإرهابية لسنوات طويلة، لكن أن تتجرأ على طائرة مدنية، أنا أعتقد هذا تطور خطير ويتطلب موقف ليس من دولة الإمارات فقط، وإنما من المجتمع الدولي بأسره. الآن دولة الإمارات العربية المتحدة ستتخذ إجراءات، منها إجراءات قانونية، ربما تلجأ إلى منظمات دولية. باعتقادك سيد الحمادي، ما هي ردة الفعل المستقبلية للإمارات حيال هذا التصعيد؟ دولة الإمارات دولة تلتزم بالقانون وبالأنظمة الدولية، وتحترم كل القرارات التي والاتفاقيات التي توقع عليها. دولة الإمارات اليوم عضو في منظمة الطيران المدني العالمية، وبالتالي هي تعرف حقوقها وتعرف واجباتها، وفي نفس الوقت تعرف ما الذي يفترض أن تلتزم به الدول الأخرى. اليوم هناك تحرك بدأ وستتخذ الإمارات الخطوات في ذلك، لكن أنا أعتقد أن هذا الأمر لا يكفي. أعتقد أن هناك تحرك أكبر يفترض أن يكون. نحن لا نتكلم اليوم عن مشكلة إماراتية مع قطر، وإنما هذا اعتداء على أرواح بشرية وعلى ناس أبرياء حقيقة. اليوم ركاب هذه الطائرة ليسوا إماراتيين فقط، هناك من جنسيات أخرى، وبالتالي عندما تتجرأ دوحة وتحاول اعتراض طائرة وهي في مرحلة الهبوط، وهي من أصعب المراحل على أي طائرة، هذا يعني أنها تريد أن ترهب ركاب الطائرة، أن ترعبهم، وأن تجعل أي شخص يفكر أن يركب الطائرات الإماراتية أو لا. نحن نعرف اليوم الطائرات القطرية، طيران القطري، الطائرات تحلق خالية بدون ركاب وتعاني من مشكلات اقتصادية ضخمة. ربما فكرت قطر واعتقدت أنها تهديدها للطيران الإماراتي بأنها سوف تؤثر على شركات الطيران الإماراتية، ولكن هذا التفكير سطحي جدا ويعني غير صحيح. كان يفترض أن تكون أو يكون النظام القطري أكثر نضجا في التعامل مع مشكلاته. نعم، إذن من أبو ظبي الأستاذ محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، شكرا جزيلا لك.